الإذاعية آمال فهمي على ناصية، الإعلام كما يجب أن يكون. الأستاذة آمال فهمي متعها الله بالصحة والعافية، من نجوم الإعلام المصري على مدى أكثر من نصف قرن، 60 سنة من برنامج على ناصية. آمال فهمي وفدية الهوى، تنتمي إلى الثقافة الوفدية وإن انضمت فترة إلى أحزاب سياسية أخرى، وهي جزء من القوة الناعمة المصرية، وهي أول سيدة تتولى منصب مديرة إذاعة على مستوى العالم. حاورت الكبار، حاورت الرئيس بنبلة الرئيس الجزائري الأول، حاورت الرئيس الجزائري هواري بومدين، حاورت ملك الأردن الملك الحسين بن طلال، وحاورت الرئيس السوداني جعفر نميري، وهي من قدمت كبير العلماء العرب الدكتور أحمد زويل إلى الجمهور العربي عبر برنامجها على الناصية. آمال فهمي في عصر الرئيس جمال عبد الناصر توقف برنامجها على الناصية، استضافت حد اتكلم هو من قرية جنب قرية علي صبري، والقرية المفروض بتاعتهم يجي لها الكهرباء الأول، لكن الموظفين في الكهرباء عدوا هذه القرية علشان يوصلوا الكهرباء الأول إلى قرية علي صبري. تم إيقاف برنامجها ولم تستطع الوصول لا عبر الأستاذ هيكل ولا عبر آخرين إلى الرئيس عبد الناصر حتى أعادها الرئيس السادات. برنامجها كان ليه مكانة كبيرة جدا لدى ملايين المستمعين، والفقرة الخيرية اللي كانت بتعملها كان بيجي لها حوالي 500,000 خطاب شهريا، لدرجة إن هيئة البريد اشتكت من حجم البريد الذي يخص آمال فهمي وبرنامج على الناصية. اتشرفت بمعرفتها عبر الدكتور أحمد زويل، وهي شخصية رائعة ومهابة ومثقفة ولها مكانة كبيرة جدا، على فراش المرض منذ فترة، والرئيس السيسي اطمأن عليها، وقرينة الرئيس السيسي زارتها في المستشفى، والسيدة آمال فهمي قالت أنها ستعود إلى الإذاعة قريبا. نتمنى لها موفور الصحة والعافية، هي واحدة من وجوه القوة الناعمة المصرية. آمال فهمي على الناصية، الإعلام كما يجب أن يكون.